Слова Мухаммада Абдул-Вахаба были с тех пор и до сих пор тоже на каком-то уровне остаются абсолютными словами. Абсолютными словами. Он сказал, значит, это Коран и хадис. А он не сказал или против, он сказал, значит, это тагутский закон, тагутские решения. Это нету такого. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, он является знанием, с этим соглашаемся, знающим человеком. И соглашаемся с тем, вместе с этим еще, что он не был самым знающим человеком в свое время. Как это хотят нам некоторые саудовские ученые навязать, что он как бы в его времени в мусульманском мире не остался ни один знающий человек, что он единственный супермен, который появился из бедуинских племен. Является неправильным. Причем в его времени тоже были улемаи в других местах. И были улемаи, тоже достойнейшие улемаи, которые находились в конфликте с ними тоже. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب البعض يقول إنه لم يكن بأعلم الناس في زمنه وأن العلماء الأجلاء كانوا يصادمونه، ما ردكم على هذا الكلام؟ يا أخي، صادموا الأنبياء، صادموا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ليس الشان بالمصادمة. نعم، الأنبياء وجد من يصادمهم، ألا يكون الشيخ يوجد من يصادمه أسوة بالأنبياء؟ فما هذا، ما هو كلا، هذا كلام باطل وله دليل على أن ما من صادم الشيخ على حق، بل هم على باطل وأن الشيخ على حق. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وكذلك قال إن الشيخ محمد لم يكن أعلم الناس في زمنه، بل كان العلماء الأجلاء يخالفونه ويصادمونه ويواردونه، فهل هذا صحيح؟ يخالف العلماء القبور، الذين يعبدون القبور يعبدون الأولياء يخالفونه، الذين يعبدون الله لا، ما يخالفون، يتفقون معه. أحسن الله إليكم شيخنا. هل يؤخذ العلم عن مثل هذا الرجل، يعني الذي يتكلم بهذا؟ لا، لا يجوز أن يؤخذ، لا يجوز أن يؤخذ عنه، يعني هذا ظالم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لكن هذا الكلام يدل على أن فيه نفاق، القائل فيه نفاق، يعني يبغض التوحيد الذي أمر الشيخ محمد بن الوهاب، والعلماء اللي يسميهم أجلاء وصادموهم علماء مصري، أما علماء الموحدين فرحوا به في كل مكان في الأرض. نعم. أي نعم شيخنا، يعني هل يعني من يعني بهؤلاء العلماء الأجلاء الذين صادموا الشيخ، يعني؟ يعني بالعلماء المشركين الذين ردوا الشيخ التوحيد الذي أتى به، لم يصادموا سوى علماء المشركين. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هل صحيح من قوله أن يعني أن علماء عصره يعني صدموه وأرادوه، يعني؟ نعم، عرضه كل علماء الرافضة، وعرضه علماء الصوفية، وعرضه علماء المعتزلة، وعرضه علماء الأشاعرة والماتريدية، وعرضه يعني هؤلاء العلماء الذين
ليس منهجه منهج السلف الصالح، وفي المقابل أيده كل علماء السنة وأثنوا عليه وناصروه. ويعرف الإنسان إذا شهد له علماء السنة في زمانه وانتقده علماء عصره هم الحريفون، هذه شهادة له. فمعارضة علماء الصوفية له وعلماء الرافضة وعلماء الماتريدية والأشاعرة معارضتهم له شهادة له، شهادة له بأنه على منهج السلف، هذه شهادة له الحمد لله. أنه خالف الصوفية وخالف الأشاعرة وخالف المبتدعة وخالف الرافضة، هذه الحمد لله شهادة له. لو وافقوه لقلنا أنه على طريقتهم زائغ كمثلهم، ولكن الحمد لله وافقه علماء السنة وخالفه علماء البدعة، هذه شهادة الله والحمد لله. شيخنا ويقول بعد ذلك يعني إن الشيخ محمد لم يكن أعلم الناس في زمنه، وإن العلماء الأجلاء خلفوه وصدموه وأرادوه، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا كذب، ليس صحيح. العلماء كلهم وافقوه رحمه الله، لأنه لا يخالف الكتاب والسنة، كل كلمة يستلمها قال الله قال الرسول، فالعلماء وافقوا ما خالفوا. وما شيخنا من يعني بهؤلاء الذين يعني عرضوه وصدموه؟ ما تكلم، ما في أحد عرضوه وكذبوه، كلهم منحرفون، ما منحرفون عن الكتاب والسنة، ما أهل البدع وما أهل الكفر والضلال، هذا خالفوا. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا يعني هل هذا يعتبر طعنا في الشيخ محمد هذا الكلام يعني؟ نعم يعتبر طعن، ما في شك. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني هل يؤخذ العلم عن من يتكلم بهذه الأشياء؟ نعم، يتكلم بهذه الأشياء معناه أنه في قلبه على الشيخ شيء، في قلبه غش على الشيخ، ولا يرى أن الشيخ من أهل السنة والجماعة. سبحان الله، جزاكم الله خيرا شيخنا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.